جديد في فير بلاي، نحكيه على مقابله نهائي كاس تونس، فوز السي اس اس باللقب على النادي الافريقي بعد الفوز بضربات الترجيح في المقابله. نحكي اكثر عن المقابله مع ضيوفنا اليوم اللاعب السابق للسي اس اس وسام العابدي، فريقك الام تقريبا السي اس اس الام الرلوي والسي اس اس. نجم نقول انقذ به الموسم التتويج بالطبيعه تيتر ينضاف لخزينه النادي الرياضي الصفاقسي. الف مبروك النادي الرياضي الصفاقسي كاس تونس. بصراحة موسم صعيب ياسر النادي الرياضي الصفاقسي في كل شيء، معناها تشوف انت في البطولة في الأول من بعد لعب شامبيونز ليج وبعد لعب الكاف اليوم كوب، هز كوب، معناها ألف مبروك لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي، ألف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي. تيتر كما قلنا ينضاف لها، لكن هذا ما يغطيش برشا نقائص بصراحة، نقائص مادية، نقائص اليوم أثناء نعرفوا ديما النادي الصفاقسي قاعد يعاني من مشاكل مادية كبيرة، تدهور صحة الرئيس النادي الرياضي الصفاقسي، نتمنى له بالشفاء العاجل إن شاء الله ربي يشفيه سي المنصف قماخم، معناها بصراحة أعطاه كل شيء. أكيد تعرف أنت إسلام اليوم رئيس نادي يدفع في فلوس وضغط كبير عليه وصحته، معناها بصراحة شفنا قريب له، معناها قريب لا قدر الله صارت له حاجة كبيرة اليوم، إن شاء الله بسلام عليه، إن شاء الله لطف عليه. النادي الرياضي الصفاقسي تو نحكيو عليه ممكن أكثر ديتاي، ديما في الكوره اسلام ولا وليد يعرف اللي معناها ما فماش فلوس راه ما عندك ما تقدم، ما تنجمش تقدم برشا مشاكل ماديه. ان شاء الله يرجعوا الناس اللي تحب النادي الرياضي الصفاقسي، ان شاء الله تكون بدره كبيره. انا اليوم تشوف الجمهور البارح في في في, في السنتر فيل نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، تقول كان كل واحد يعطي 10,000 في الشهر من هذوك بركه، معناها ينجم يلمد، معناها فما استراتيجي ما تفهم حتى شيء في الكوره. صعيبه ولات اليوم تي بلاد تمر بظروف صعيبه، خلي معناها جمعيات الكل قاعده تعاني في الامور الماديه، والنادي الرياضي الصفاقسي اليوم يعاني من المشكله هذيا. اكيد لازم الناس كل تتلف اليوم، ما بالكش بعد التيتر هذيا الناس تقرب ولا هي حاجه. هي صارت قبل المقابله النهائيه وسام، رينا ما فما حد شيء، ما فما حد شيء فلوس، ما فماش حتى فلوس، صار رينيون في برج ضيافه ولا وين جاو رؤساء جمعيه القدم، قلنا بعد يعلق ويعرفوا هما اللي النادي يمر بظروف خايبه سيرتو خلاصات نتاع الملاعبيه، وتشوف برشا ملاعبيه نجموا يشكيو ويخرجوا، صحيح هذه المشكله، صحيح وصارت راهو نقول لك مسكوب، صارت مشاكل قبل يطلعوا الجربه، راهي مشاكل نتاع فلوس خاطر وعدوهم باش ياخذوا فلوس قبل الماتش، صحيح ودخل حتى حمادي الدو وحكي مع المسؤولين، صحيح وانا تكلمت انا وشكون غاديك، قال لي قلت له ولا سي با للمومون، توا عندك ماتش راهو ما تنجمش هزهم انت من هالخميس، ينجم يدخلوا ستاج، ينجم يسكتوا شويه، البريسيون تقل، يعرفوا اللي الماتش قرب ما عادش ينجموا يتكلموا برشا على الفلوس، وكا ربي ينجحهم معناها وهزوا التيتر هذايا. الف مبروك وكيما نقولوا بالانجلي هارد لك النادي الافريقي. وليد شنو نجم نقولوا على المقابله في جربه في ميدان استثنائي ملعب استثنائي؟ برشا شفنا حتى تعليقات على الفيسبوك كان رادس في يليق بنهائي الكاس، انت مع ذا هذه والا مع المركزيه؟ قلت من الجمعه اللي فاتت انا وقت كان انا سيدي العروس سيمونجي بن بعين ديما شارم تاع كاس تونس هو ملعب المنزه قبل وملعب رادس توا الحقيقه، معناتها هو اللي يعطي رونق مع احترامنا كما قلت لك انا راهو انا اصلي جربي، معناتها الفرحه اللي صارت في جربه وحركيه صارت في جربك سواء في النزل ولا في البلاد وحتى التجار الناس الكل معناتها اي الناس الكل استنفعوا من اللقاء النهائي، معناتها جربه غاديكا جو كبير صار بين جماهير النادي الافريقي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي ما سرقش الانتصار بتاعو، عرف كيفاش يلعب، ولو انه كان جات الكاس تتقسم نعطي انا للزوز الحقيقه النادي الافريقي، النادي الافريقي على الموسم نهايه الموسم الكبيره اللي عملها بصراحه دون هزيمه كمان، ميريت كبير للهيئه المديره، لموا بعضهم الاولاد الصغار، لموا بعضهم، لموا جمعياتهم، عرفوا كيفاش يتعاملوا مع نهايه الموسم، مدرب زاد وستاب تكنيك بصراحه منصر الوحيشي يعطيه الصحه، معناتها عرف كيفاش يرجع الملاعبيه للقدم ويأهلهم بدنيا وفنيا وعمل لما القام بين جوارات القدم وجوارات صراحة سامحني وليد حتى شوية لا سكوند ما حبش نقص عليك انا، برافو برافو الميريت زاد يرجع للجمهور النادي الافريقي الجمهور اللي ديما بصراحة معناها تلمو جمعية معناها سيرتو بداية موسم صعيبة وليد، لكن ديما الجمهور يعطي فينا في الدروس، شفنا جا حافل يعطي فينا في الدروس بصراحة والله يا اسلام جمهور كبير نتاع النادي الافريقي هو تقريبا كان مش الجمهور في محل الفريق صار كبار جمعيات لا تخل ناس معناها نشوف الظروف اللي تمر بها العباد، شوف كيفاش تعاون، كيفاش يمشيو، كيفاش يديبلاسيو، كيفاش بصراحة أنا درس
للجماهير الجماهير الجمعيه الكل باش تقف مع جمعيتها. كما قلت لك لقاء ما كانش كبير مستوى فني، معناتها ما ريناش كوره كبيره، زوز خموا اكثر على الربح شكون باش يتحصل على الكاس. ومحمد هادي قالول بالنسبه لي انا كسوا في اللقاء في حد ذاته فسخ هدف النادي الافريقي، وفي ضربه الجزاء بصراحه مش ساهل راهو الحارس انه يكون الثاني على امتداد الموسم، صحيح لعب في مرحله الاياب بعد اصابه الحارس الاساسي ايمن الحمان، لكن ورى اللي وليد الجارديان وكفر على الغلطه نتاعو ما نسويهاش تاع كاس الكاف كان ذكروها ضد شبيبه القبائل. وليد الجارديان هذا عنده سنين تقريبا ما نعرفوش حقيقه، انا واحد ما نعرفش امكانياته خاطر ديما راضي بالمكان اللي هو فيه سنين. هو ولد النادي الرياضي من وقت رامي الجريدي ولد النادي الرياضي الصفاقسي، وبين اللي هو ليدر، معناتها يظل اللي هو قائد هو قائد الفريق. اي هو قائد الفريق، انا نلومه حتى هو راضي بالمكان اللي قاعد فيه. هو راضي هو راضي. شوف ما شوف جمعيه اخرى تعاود تلانسي فيها كاريرك. الصفاقسي ديما تطلع راهو حراس ممتازين ولادها صغار وما يقعدوش، من الاكثريه تعمل انتدابات في وقت من الاوقات من وقت الناصر البدوي بعد لعب حسن البجاوي. الناصر البدوي مش ولد السي اس اس. لا 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 ما فهمتونيش، معناتها النادي الصفاقسي كان ديما ينتدب الحراس. صحيح فهمتني، مع البدوي كان هشام الجزيري كان فاكر وسام، معناتها هذوما ديما كان يعاون على الحراس ينتدب الحراس، معناتها يمكن اخر حارس اساسي ولا ما يتذكروش برشا هو عبد الواحد بن عبد الله ولد السياسي قديم، معناتها فهمت. شوف اليوم دحمان وقالوا له ولاد السياسي، واليوم دحمان وقالوا له حاجه باهيه صبري بن حسين اللي هو كان حارس منتخب الاواسط زاد حارس ممتاز. ومتاكد كلامك يخموا في انتداب حارس جديد النادي هذا الصفاقسي علاش؟ خاطر دحمان لا مازال مش حاضر توا لسه هو قالوا له باش مقصر، فهمت. شوف فما حارس ثالث راهو كان ما خانتنيش الذاكره اسمه ايوب الغايب غاب عليه اللقب زاد حارس تبارك الله بدنه ممتاز. رابع شفناه هو دحمان قاعدين مع بعضهم طويل تبارك الله. اي فهمت، يمكن هو خيار كما قال لك وسيم تو بربي انت الفلوس ديجا هي على قدها تجيب جارديان فهمت، تخلص من بيتك وقعد جدد انت راه برشا عقود راه تعمل راه سكري نهايه عقد يدو نهايه عقد وكود ذلك وكود محمد علي الجويني على البارح في المقابل بن علي زعما ذلك بن علي لا بن علي 2022 بن علي فما استنى سي ديجا هو بريسك هاني عمام وخرج شباب سي ديجا خرج معناتها راهو كاستيت كبير حتى في سيف السي اس اس معناتها مش المهم مش تكون المهم هذه باش نحكيو على الماتش. اي احنا نسالك على الماتش فنيا شنو اللي عمل الفارق للسي اس اس ولو انه بلانتيات له مش متوسط وممكن اقل متوسط بحكم الظروف ظروف صراحه الطقس معناها الاربع نتاع العشيه سيرتو في جربه معناها نشوف سخانه كبيره معناها ماكش تلقى الفريشور فيزيك والانرجي القويه مش تلقاها في الملاعبي. كان ماتش متوسط وكان فيه برشا حسابات سيرتو من السي اس اس الدخله شوفوا انت سكري على البنك شوات على البنك سولا على البنك معناها ظهر الدو معناها حب يمكن يجس النبض نتاع النادي الافريقي هما شوط بشوط معناها شوط بشوط ممكن نادي رادس فيقسي الشوط الاول كان خير من النادي الافريقي لكن الشوط الثاني بصراحه النادي الافريقي حط كل ما واحد باش ينتصر في 90 دقيقه لكن كما قلنا قالوا نحى برشا اهداف لكن انت اسلام فينال هو فينال راك مش تلقى فيه برشا لعبه وسام كي يجيك تكمل حسابات البال ريتي هذوك ما تستغلهمش سيرتو الكلوب معناها صعيب معناها باش وسام ما كانش في فورم كبيره وسام الناحيه ما كانش ما عاودنيش وجات برشا بال ريتي سيرتو راهو سيرتو على 2 متر معناها هذا اش قلت لك معناها لازمك هذه لازمك ملاعب يخدم عليهم صراحه شوف انت ميسي قداش يترينا باش يشوط هي هو كان العكس نورمالمون هو كان يصير اللي يحكي فيه وسام نادي الصفاقسي الجمعه اللي فاتت لعب 65 دقيقه وقف الايقاظ نادي الوفاء والاجانب ما كانوش موجودين الكلوب 120 لكن لقينا نادي لكن نادي الفريق حاضر بدنيا شفنا بدنيا شفنا احنا غومه كيفاش التحليل البدني شكون ملاعب زوز ملاعبين اخرين من نادي الصفاقسي معناها الزموري حسين بن علي حسين بن علي شو اسمه الارير دروا شو اسمه محمد بن علي لا غايب صحيح انت مش حاضرين شوف انت وسام يحيى 38 سنه معنا ويجري وصبر خليفه قيمه المعد البدني قيمه البدنيين مش حاضرين لكن كما قلنا سلام فينال يتلعبش راهو ما فيش كوره برشا مش يتلعب يتربح يتسرق اليوم البارح نادي رياضي الصفاقسي لعب شوط كبير لكن بصراحه قالوا لي كان رجل مقابله نحالك برشا اهداف وزيد في البلانتيات نحرك تبعهم الكل ثلاثه ضربات جزاء معناها برافو للجارديان هذا برافو كما قلنا للصفاقسي
ماش نهائي مش تشوف فيه كوره، راه ما شفناش كوره بالجمله البارح، معناها ما شفناش كوره، معناها هاك الباسيت هاك اللعبك اللي لي روبير وسام، راهو لي روبير زاد شويه الميدان، ملعبين ملعب صغير نلعب فيه ولا صغير مش المرادس ولا المنزة، معناها تلقى الاسباس وتاخو وتشوف، وفما لي زين دو اللي يصيروا هاك التريونغيلاسيون اللي يصيروا في الواحد ما تشوفهمش البارح. لكن مباراة نهائي كما قلنا، ربح النادي الصفاقسي نهائي الكاس، هز الكوبا هذيا، لكن النادي الافريقي ديما يقعد فريق كبير، ان شاء الله ان شاء الله يتحفظ من الدرس اللي صار له سنه، ما عادش يتعود له الغطات اللي صار له سنه. نشوفه في الهيئه هذيا التسييريه، ونشوفه في ستاف بصراحه قاعدين يخدموا خدمه كبيره، سيرتو كي يرجع الملاعبيه القدم اللي عندها خبره، ملاعبيه عندها خبره ورجعت النادي ما خسر حتى ماتش كيما نقول لك، وكان يمكن في كلاسمون ولا سابع، راه كان الاخر النادي الفريق ولا السابع ويلعب نهائي، هو الكلاسمون تاع الروتور الكلوب الثانيه بعد ليسبيرونس. صحيح، شوف اهم حاجه، اهم حاجه تو معناها هذايا نشوفوا كيفاش كانت هيئه واطار فني قديم، ونشوفوا هيئه تسييريه واطار فني جديد. معناها في الكوره اسلام فما مورال، منتخبه مش هيئه تسييريه، منتخبه اي منتخبه، معناها شوف المورال في الكوره، شوف معناها ملاعبك انت يكون مطيش ترجعوا، معناها ست شهور مطيشين راما زهير الذوادي، صابر خليفه، بلال عيفه، شوف بلال عيفه اش عمل لك موسيون سبيسيال من بلال عيفه، صراحه برافو لي ملاعبي. وسام انت كنت ملاعبي، هل من السهل ملاعبي يكون طايش عام كامل ويرجع يكمل بالريتم هذاك كل ثلاث ايام ماتش وما يقفش وملاعبي كلها وما يضربش؟ ماهوش سهل، ويسرتو في العمر نتاع الملاعبي هذوما اللي رجعوا، خاصة ثلاثة بلال وصابر الذوادي والعقربي، معناها في العمر هذاك زهير ما لعبش برشا ويدخل شوية، أما ثلاثة زهير وبلال وصابر تقريبا 90 دقيقة كل ماتش. أنا نعطيك على روحي، لعبت وقتها في الاسبيرونس، صارت لي حكايات معناها مشاكل صغار مع سي فوزي البنزرتي، قعدت 4 شهور 5 شهور من ترينا وحدي، ساعات ما نترناش، ترينا مع الاسبوار ساعات ما نترناش، كي جا سي نبيل معلول قال لهم ترجعوا لي الملاعبي هذا، كنت خايف، قال لهم هذاك لازم يرجع، كي رجعت سلام كل مرة تصير الحكاية، كل مرة تصير لك لاكاج، كل مرة تصير لك لاكاج، أنا كي كملوا بالريتم هذايا والبرسيون اللي صاير عليهم، خاطر لازمك تمنع. شنو صار لك فوزي بنزرتي؟ لا صارت شوية مشاكل عادي، صار لا وقتها مشاكل، شنو هو مشاكل نتاع كورة نتاع هاني تضربت هاني كذا فنيا معناها، لا فنيا لا لا سي فوزي يقدر ونحترمه، انترونور كبير عطى برشا لتونس وما الناس ما يختلف حتى واحد، اما انا وياه ممكن انا زاد هو معناها صارت شي ما احنا كلام ما هذيك رديت الفعل، انا رديت الفعل وقتها هذيك هي كيفاش صارت وبديت تطور الحكايه وسام 5 شهور وهو اذا كان رديت الفعل مع فوزي مشيت هو وسام يقول لك انا ترنيت على رجيل مع رجيل عمير وما خليتش هيك برشا لا معناتها روجي صعيب وسام روجي صعيب روجي وما يكلمكش وما يقولكش حتى كلمه خارجه على اش قال لك ما عجبكش فوزي؟ معروف فوزي كيفاش يتكلم ومعروف، اما نوجه له التحيه سي فوزي تصير انا ممكن كان سكت شويه ولا تعديتها بسيطه الحكايه، راهي ما صارتش الحكايات هذيك كيما في كارير واحد صغير وما يعرفش كيفاش، لكن كيما قلنا للنادي الافريقي الملاعبيه هذوما سيرتو الاعمار نتاعهم يا اسلام، الاعمار نتاعهم كبار ويرجعوا ما يصير لهم حتى شيء ويهزوا الجماعي. صحيح معناها سيتري ايش حبيت تقول؟ هي اهم نقطه تو المسؤوليه الكبيره عند الهيئه نتاع النادي الافريقي اسلام هي ينحيوا المنع نتاع الانتدابات، مهمة صعيبة، مهمة اللي ماهيش سهلة، فما بداوا معناتها يضخوا في الموال، فما بعض المشكلة القضايا مازالت قضايا كبيرة والجمعة اللي فاتت برك خطية في 600 مليون قريت 200 ألف فرو بوتمان هذيك حكيت معناتها 200 ألف فرو ليكيب نتاع بوتمان اللي ما لعبش حتى دقيقة في الكلوب نصر حسين مشكلة والله يا وليد سامحني خسيت عليك يا وليد مشكلة كيفاش تجيب ملاعبية مرة فاتت نحكي لصاحبي اللي هو صاحبي هو عضو في سي مهدي الغربي قدم له التحية قلت له سي مهدي كيفاش معناها كيفاش كل يجيبهم هذوما كيفاش تاخذوهم تسكيت الجمهور كيفاش تاخذوهم كيفاش صراحة لازم محاسبة محاسبة كبيرة إجرام في جمعية كبيرة قريب لها مشيتها قريب لها هديتها في هاوية قريب لها طيشتها في هاوية جمعية كبيرة
كان ما وقفتش عليها رجال وجمهور كيما قلت لك راهي مشيت فيها. حتى اليلا شكون مسؤول؟ مسؤول يجيك مسؤول نمبورت كي اشري هذا جيب هذا ادفع له ما تخلصوش تو يجي صح وبرا ما تخلصوش تو يجي غير يخلص صحيت غدوه تلقى روحك تبلع في الجمعيه. حتى تجديد العقود مش باش يكون سهل حتى نتاع الملاعبيه اللي تو هو البارح رياكسيون تاع احمد خليل بعد الماتش ولا يمكن تحس نتاع اخر ماتش اي اي صحيح نهايه عقد احمد خليل زاد فما كلام كان في وقت من الاوقات في الزمالك مازال عاد تخيلي انت بكري حكيت عن نادي رياضي تفيقسي يقول لي فما كلام زاد عن نادي رياضي عاد تخيلي نهايه عقد برشا ملاعبيه برشا ملاعبيه مش خدموا خدمة باهية الحق في الفترة هذه الستة شهور هذوما إن شاء الله يلقاو الحلول مش باش تكون سهلة. الجمهور كما قال وسام ماهوش مقصر ويقف معاهم معنويا ويقف معاهم ماديا ما نعرفش حكاية القرض وقت من الأوقات قالوا حمادي بوسبيع باش يضمن واقفة إلى حد الآن واقفة وماهيش سهلة يبدو العملية دونك زاد شانتي كبير شانتي كبير هو الحقيقة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي والنادي الإفريقي شانتي يمكن الترجي مشاكلها باش تكون مشاكل اخرى فنيه اداريه النادي الافريقي نادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي اكثر مادي وسام الكلوب كان السيزون الجايه نجم نشوفوا نفس المستوى اللي كملت به والا فقط استثناء لنهايه الموسم هذا ورجع بروحه فقط انت نادي الافريقي ناقصها راهو انت دابا راهو بصراحه على الاقل اذا باش يخرجوا لك الملاعبيه هذوما باش تغطيهم انت ولكن ما عادش يتعاود الدرس اللي صار لسنين النادي الافريقي ما عادش يتعاود حتى كان يقعد نفس الفريق ما عادش يتعاود خاطر صارت راهو انت راهو فريق اخر يلعب توا بارابور اللي لعبوا ولا اللي فريق اخر راهو برشا صغار يلعبوا انا تفرجت عليها النادي الافريقي راهو الناس ولات تحط النادي الافريقي خاسر تلعب المنظر خاسر معناها تبدلت كومبليتمون اذا باش تستحفظ على الجروب هذا بالطبيعه مش يكون اكيد جدا وسي سور باش يكون قد المسؤوليه وكيما نلقاهم كيما شفناهم تو لكن يلزمك انت دابات انت راس حربه ما عندكش اتاكو ما عندكش اليوم غازي عبد الرزاق ممكن يقعد ممكن يخرج بسيرو ماشي نهايه عقد بسيرو زاد بسيرو اليوم اذا احمد خليل مش يعاود لك اذا الجول مش يعاود لك اذا لازمك مدافع مع بلال العيفة صراحة النجم يخرج خرج معناها نهاية عقد 30 جوان معناها شانتي كبير باش يتحل النادي الافريقي باهي قبل ما نختموا خلينا ناخذوا في دقيقة مازالت كلمة كلمة على مقابلة السوبر بين الاسبيرونس والاتحاد المونستيري نهضروا ان شاء الله المقابلة وليد كيفاش تشوف الماتش؟ هو اللي قال الحقيقة ينجم يبرد الماتش شوية جمهور لا لا شوف نوعية تشوف أنا خليني نعطيك اللخص لك وسام أكيد باش يوافق نوعية التيترويت هذوم بالنسبه للترجي كان تهز وما يزيدك شيء وكان ما تهزوش يزيد يدخل في الدوري صحيح فهمت معناتها تهز هاوكا مورال فخري لقب فخري لقب شرفي فهمتني يزيد في القصيد كان ما تهزوش بار كونتر مستير تحب تهز مستير هزت نضاف لها الكاس نضاف لها تحب شوف لها جمعيه مش خايبه النادي الفريقي ناقصها شويه بروفوندور ناقصها شويه عند الهجوم نتاعها ما نشحوش انهم يعاودوا اكبوتو لا في النصف الاول تاع البطوله لا في النصف الثاني تاع لا حتى اكبادو اللي خرج موزيس كيف كيف ما تعوضوش ما عاودوش الاجانب نتاعهم باللاعبين اللي في المستوى عنده حارس ممتاز دفاع مش خايب خسروا زاد صبوا اللاعب الليبي المحور كان عامل اكيليبر اما 50 50 ترجي ممسوس مش نلقاو برشا ملاعبين ممكن 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 مش نلقاو ملاعبين معناها من الترجي الرياضي التونسي طول هوني ولا كذا مش يلعب ولا كذا اي صحيح نتصور باش يصير تيرن اوفر ما ماناش باش نشدوا مقابل على مستوى كبير كيما الفريق النادي الرياضي توافقوا وسام اكيد 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 ما خاطر الترجي بصراحه معنويا ممسوس معنويا ممسوس وموش من ينضاف حاجه كبيره في التيتر هذا لكن, لكن 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 مش يلعبوا اكيد باش اذا تخسر خساره اخرى تولي بتعرف الناس كل تحكي والناس كل تتكلم سيرتو تستنى لعبات في الكلام مستنى في الحكايه هذيا لكن الترجي مش يلعب باش يهز اللقب اكيد هو لقب باش يهزه لكن ماهوش بنفس الروح وماهوش مش يغير حد شيء راهو وليد في يعني قلت لك من نوعيه الالقاب اللي مش بيغير حد شيء واضح يعطيك الصحه وليد شرفت بحضورك ايضا وسام العبدي شكرا ليك هاك نكملوا في البلاي اليوم انيس الجميني في الاخراج شكرا ليك ادم مدب في الاخراج ايضا رقمي شكرا ليك سويا سمعي تجيكم تو سويت في الاخبار